اهلا بكم مشاهدينا، حلقه جديده من صحتك بالدنيا يومين على شاشه الفضائيه المصريه، 4 عصرا بتوقيت القاهره، 2 ظهرا بتوقيت جرانيتش، 5 عصرا بتوقيت السعوديه، وطبعا جمعه بعد جمعه بيشرفنا دكتور سامح علام استاذ امراض القلب للحديث عن امراض القلب بشكل عام وعلاقه القلب، وهو اعتقد افضل واحسن واهم جهاز في الجسم كله، علاقته باعضاء الجسم الاخرى ده اكيد هيطرح بعد كده، نتطرق ممكن القسطره وعمليات القلب مفتوح اكيد بالتفصيل. دكتور سامح علام اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك واهلا بالساده وحضرتك المشاهدين. كنت غايب شويه فاكيد كنت في مؤتمر. بالظبط، احنا كان عندنا مؤتمر فعلا، المؤتمر السنوي للجمعيه المصريه لامراض القلب، وده عيد سنوي او احتفال سنوي بتقيم الجمعيه المصريه لامراض القلب، بيشارك فيه جميع أطباء القلب والعنايات المركزة من جميع أنحاء الجمهورية والدول العربية وأوروبا وأمريكا. جميل. يعني ده حفل مولد، حفل سنوي بتعقده الجمعية المصرية، الحمد لله كان مؤتمر قوي ومشرف، وكانت بتنظمه المرة دي الجامعات الإقليمية مش جميل. جامعات القاهرة. جميل جدا، حضرتك دايما بتركز على الجامعات الاقليميه والمستشفيات الاقليميه، بتبقى دايما حضرتك بتركز عليها، حابب ان يبقى عليها صدى زي طبعا مراكز والمستشفيات في مصر او في القاهره بشكل ادق. هي دي مهمه قوي يا مدام داليا، لان هو العرف السائد والتخطيط الدائم، انا لما اجي اعمل جامعه في محافظه غير العاصمة يبقى المفروض الجامعة دي بتقود قافلة التنوير في المكان اللي هي فيه. بالظبط. فالدور الاجتماعي للجامعات الإقليمية أهم كمان من الدور الغير اجتماعي. ولما بقول جامعة أنا بقصد كلية الطب، لها دور من ناحية الممارسات الطبية و إدراك المخاطر الطبية في المكان والوقاية من الأمراض الموجودة في هذا المكان والاهتمام بصحة المواطن بما يتناسب مع ظروف العواصم والمحافظات. كلية الهندسة لها دور في التخطيط العمراني للمحافظة طبعا. ومدنها، كلية الزراعة في أنواع المحاصيل والألبان والمواشي والأكل بالزبط. والشرب. فالجامعة دائما متى تواجدت الجامعة في الإقليم لابد وأن تقود قافلة التطوير في هذا الإقليم. بالظبط. وأي محافظ في أي محافظة لا يستعين بالجامعة والكوادر الجامعية ويستفيد بالإمكانيات العلمية في الجامعات لن يرقى بالمحافظة بتاعته إطلاقا. بالظبط. إطلاقا. ده الدور الحيوي لتنمية المجتمع في القرى وفي المحافظات خارج العاصمة. طبعا الخطوط مفتوحه والاتصال مفتوح للاستفسار عن اي سؤال مع دكتور سامح علام استاذ امراض القلب، والتواصل معه عبر الفيسبوك او السوشيال ميديا باسم سامح علام استاذ امراض القلب، الهواتف موضحه على الشاشه لمراكز دكتور سامح علام، واكيد هتبقى حالا الهواتف موضحه للمشاركه عبر البرنامج. دكتور، عايز اعرف في البدايه علاقه الجهاز الصغنن ده، لحضرتك ده بتقول ده صغير بس يعني هو اللي مسيطر على كل، هو المايسترو الحقيقة، هو المايسترو. هو بالظبط. المايسترو. بالظبط. القلب هو المايسترو. هو احنا يعني اللي خلاني هقول كده شوية حكايات من المرضى اللي شفتهم الأسبوع ده، وهيبقى الهدف أنا عايز المريض وهو رايح للدكتور في العيادة يبقى مركز ويبقى عارف هو رايح يعمل ايه وعاوز يطلع من عند الدكتور ده بايه. فواحده ست كشفت عليها وقالت لي شكواها، وبعدين قلت لها طيب ما توريني التحاليل اللي معاكي، انت معاكي ورق تاني ما توريهولي يمكن يكون في حاجه تفيد. قالت لا ده دي التحاليل بتاع دكتور الكبد، ويعني هو الكبد ده مش هو الكبد بتاعك اللي في الجسم بتاعك اللي في اللي القلب فيه اللي كلهم بيتفاعلوا مع بعض، يبقى تحليل الكبد ده هيفيدني انا وانا بدور عليه، والتحليل اللي انا كنت عاوزه كان يمكن يبقى وظائف كبد برضه. او خلاص خدي العلاج، بتاخدي علاج تاني؟ لا خلاص بقى، لا ده علاج الكلى. هو علاج الكلى ده ما هو بيأثر على القلب. بالظبط. ومرض القلب بيأثر على الكلى، وعلاج الكبد بيأثر على القلب، وعلاج القلب بيأثر على الكبد، ومرض القلب بيأثر على الكلى وعلى الكبد وعلى المخ وعلى جميع أجزاء الجسم ويتأثر بها. صح. فالمفروض المريض وهو رايح
يبقى رايح ومركز كويس انا عاوز ايه من الدكتور ويقول له كل حاجه. انا باخد علاج كذا وكذا وكذا للكبد، انا عملت التحليل والكلى طلع فيها معرفش ايه، انا احيانا ادي دواء له تاثير سلبي على كليتي. صح. لو ما كنتش انا عارف والمريض قايل لي او انا ساله وعارف ان الكليه بتاعته وظائفها مختله شويه او مش منتظمه قوي، ممكن اديله دواء ياثر له اكتر بالسلب على الكليتين. تمام. عفوا يا دكتور، انا معايا استاذ وائل. وائل ولا الو ماهر؟ استاذ ماهر. اسفه جدا استاذ ماهر، اتفضل. ماشي يا فندم. اتفضل. ماهر المتولي المنصوره. استاذ ماهر اهلا بحضرتك. عندي قصور وضيق في الشرايين الطرفيه والثديي. ايوه. استاذنك وطي صوت التلفزيون من فضلك، اسمعني من التليفون. وطي سنه. ايوه، عندي قصور وضيق في الشرايين الطرفيه والثديي. ايوه. جاني ذبحه صدريه، تم أيوة. تركيب دعامه دوائيه في الشريان التاجي الامامي الايسر النازل. ايوه. كان عندي فتاين قربي مستوى سقطوا في الكيس. تحت من الخصيتين. دكتور الجراح حولني، عملت ايكو على القلب. ايوه. وجد في جلطه في البطين الايسر. ايوه. دكتور القلب كتب لي علاج دوائي لمده 6 شهور. ايوه. عملت ايكو تاني، طلع ان ازاله الجلطه بس عضله القلب 42. ايوه. غير ما انا باخد لا مؤاخذه علاج تليف الكبد. ايوه. فهل في تاثير على اجراء العمليه الجراحيه دلوقتي؟ طيب حاضر يا استاذ ماهر. انت اديتنا ملخص سريع ومفيد جدا. بالظبط. فمتشكرين. اسمعنا بقى، هو القصه متعدده الجوانب. ان احنا عندنا مرض في الكبد وعندنا مرض في الشرايين التاجيه، حصلت جلطه في الشريان التاجي الامامي ادت الى تليف وجزء وضعف جزء من عضله القلب، بقى ياخد ادويه سيوله ضروري علشان الدعامه اللي عملها وعشان الجلطه اللي كونت في البطين الايسر. ومرض الكبد بيعمل سيوله. ولذلك مهم جدا 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 ان كلمه ان عندي حاجه في الكبد او جزء او تليف في الكبد او فيروس في الكبد او باخد علاج للكبد تكون معروفه لدكتور القلب. انا هديها، تتحكم جدا في كميات الادويه المسيله للدم اللي انا هديها لمريض زي الاستاذ ماهر علشان الدعامه وعلشان الجلطه اللي في البطين الايسر. تمام. كون ان وظيفه القلب 42% دي في حد ذاتها ما هيش مش قضيه وممكن تتعمل الجراحه، لكن ادويه السيوله لازم تتوقف قبل الجراحه بنظام معين وتستبدل بطريقه معينه، واول ما يخلص العمليه الجراحيه على طول هيبدا ياخد ادويه، يعني نظام ادويه السيوله في الايام السابقه للجراحه ويوم الجراحه والايام التاليه للجراحه، ادويه السيوله دي هيبقى لها بروتوكول خاص الطبيب المعالج هو هيقول له عليه وهيظبطه له. لكن 42% عضله قلب لا تمنع اجراء عمليه الفتق الجراحي. تمام. استاذنك يا دكتور، هنشوف واصل مشاهدينا، نرجع نستكمل حوارنا مع دكتور سامي حلام استاذ امراض القلب. هذا البرنامج برعاية الأستاذ الدكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب. مراكز دكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب: فحص القلب بالموجات فوق الصوتية، رسم القلب بالمجهود العادي والدوائي، ورسم القلب 48 ساعة، قسطرة القلب والدعامات العادية والدوائية للشرايين التاجية والطرفية. مراكز الأستاذ الدكتور سامح علام، قلبنا على قلبك. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. طبعا اللي حابب يشوف الفقره او الحلقه مره اخرى عبر اليوتيوب، اسم دكتور سامي حلام داليا حسن، صحتك بالدنيا، بعد الحلقه مباشره ان شاء الله. وللتواصل مع دكتور سامي حلام عبر الفيسبوك اسم سامح علام استاذ امراض القلب باللغه العربيه للتواصل معه. وحادثنا النهارده عن علاقه القلب باجهزه الجسم الاخرى. اتفضل يا دكتور. فضروري المريض يبقى مركز وهو رايح للدكتور بتاعه علشان يستفيد والدكتور يقدر يساعده.
جات لي واحده ست، قلت لها اتفضلي يا ست الكل، ايه اللي تعبك؟ والله انا تعبت، وبعدين رحت للدكتور عمل لي رسم قلب وقال لي ما فيهوش حاجه، فقام مديني علاج فما ارتحتش. رحت للدكتور التاني قال لي طب اعملي ايكو، واداني علاج وما ارتحتش. بتتكلم بقى لها 4 5 دقائق وهي ما قالتش طب هي عايزة. انت عايزه ايه؟ انت ايه اللي تعبك؟ انت جايه لي النهارده، ايه اللي بتشتكي منه علشان اساعدك فيه؟ فده حاجه مهمه جدا، ان الزملاء او الوقت الضيق احيانا يخلي الدكتور بيستغنى عن التاريخ المرضي لانه مش عارف يطلع من المريض بحاجه، فلازم المريض يبقى مركز قوي. انا بشتكي من كذا، انا عندي كذا، انا اللي بيألمني كذا، اللي تبقى فيه تركيز في الكلام. مفيش مانع خالص ان يبقى ورقه صغيره مكتوبه بالظبط، دي حاجه صح. مهمه جدا مرضانا لازم يبقوا عارفينها. طيب ضروري جدا في كل زياره لاي طبيب، الادويه اللي انا باخدها كلها اهي، لان احيانا اقول للست طيب وريني الدواء بتاعك، ادي رشدتي القلب. طيب انت بتاخديش غير حاجه غير دول بس؟ امال الكيس ده فيه ايه؟ لا ده بتاع المراره، ده بتاع المعده، ده بتاع المفاصل، ده بتاع الحموضه، اصلا عندي حساسيه في ست، تلاقيها بتاخد 15 دواء تاني. وده يبوظ ده يسرع ضربات القلب، وده يبطئ ضربات القلب بالظبط، ده يعمل تقلص في الشعب الهوائي، وده يعمل توسيع في الشعب الهوائي، ده يعمل، يعني كل الادويه متضاربه مع بعضها لان الناس ما بتحكيش بالزبط. فلازم انا رايح للدكتور ابقى مركز انا عاوز ايه، والشكوى بتاعتي اللي عاوزه الدكتور ده يحلها لي ويساعدني فيها ايه. ايه الادويه اللي انا باخدها؟ ايه التحاليل اللي انا عاملاها؟ انت دكتور الكلى عمل تحاليل، دكتور الكبده عمل تحاليل، دكتور المخ عمل تحاليل، ما هي دي تحاليل لجسم واحد اللي القلب فيه. دكتور لو اتفضلي دكتور. اتفضلي حضرتك. دكتور لو حد لي اول زياره لحضرتك يعني كدكتور قلب يعني طبيب قلب، وهو حابب ان هو يعني يبقى بيقصر الطريق شويه، فحابب ايه التحضيرات او التحاليل المبدئيه اللي دايما دكتور القلب بيشوفها، او الف ب يشوفها دكتور القلب، تبقى هو محضرها علشان يعني للوقت لسرعه الوقت. القاعده العامه مدام داليا ان كل من جاوز الـ40 وخاصة لو كان مدخن أو عنده سكر، يبقى عامل الكوليسترول وعامل السكر وعامل وظيفة الكلى وعامل وظيفة الكبد، ويعملها كل سنة كل سنتين مرة تمام. حتى لو هو ما بيشتكيش من حاجة خالص. فرسم القلب، تحاليل دم بتاعت سكر ووظيفة كلى ووظيفة كبد وكوليسترول وصورة دم، ده قاعدة يعني، ده أبسط حاجة أو أهم حاجة لازم تعمل الكوكتيل ده على بعضه ويتكرر كل كام سنه كفولو اب ومتابعه للحاله الصحيه، هو ده اللي يفضل عمله تمام. لما الدكتور يكشف على المريض وحسب الحاله المرضيه بتاعته وحسب الادويه اللي هو عاوز يعملها له، ممكن نطلب بقى تحليلات اكتر. لا ده انا هديله دواء سيوله لها تحليل معينه، لا ده عنده انيميا انا عاوز ابدا ادور على حاجات معينه، الكوليسترول ده يعني ابدا بقى حسب الحاله توجه لفحوصات اخرى تتعمل بالظبط. احنا معايا استاذ احمد. استاذ احمد اتفضل. استاذ احمد طيب اعتقد اتصاله للاسف فصل، حاول تكلمنا مره ثانيه يا استاذ احمد، او لو حاول تدي سؤالك للكنترول. استاذ محسن. ايوه اتفضل يا استاذ محسن. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا استاذ محسن. انا عملت قلب مفتوح من حوالي 7 سنين. ايوه فندم. وبعدين بعدها بسنتين للاسف فشل، وبعدين عملت 6 دعامات وفشلوا، وبعدين عملت قلب مفتوح ثاني سنتين والحمد لله كويس، يعني ماشي كويس الحمد لله. بس فوجئت من حوالي شهرين ثلاثه كده ان انا عندي ضربات قلب زياده جدا. ورحت عملت رسم قلب طلع فيها ذبذبه جزنيه. فرحت للدكتور الطبيب بتاعي اللي هو بيعالج، فكتب لي دواء سيوله اللي هو الغالي اللي هو عليه كذا. هو بقى انا عاوز اعرف هل هو دي فيها خطوره الذبذبه الجزنيه دي على القلب وعلى القلب المفتوح، ولا مجرد باخد الدواء السيوله مع الاسبرين والادويه اللي انا باخدها الامور تبقى ماشيه كويسه؟ هو انا دلوقتي انا كويس مفيش مشكله دايما ان شاء الله. استاذ محسن كويس ان شاء الله. يعني يقول لي يعني ايه الذبذبه الوزنيه يعني؟ انا عايز حاضر. يعني الف سلامه على حضرتك يا استاذ محسن.
هو معلش انت راجل صبور، وان شاء الله على قدر صبرك ده هيكون اجرك عند ربنا، انك تعمل قلب مفتوح وبعدين ما يديش النتيجة الكافية تعمل دعامات، وبعدين ما تديش النتيجة الكافية ترجع تعمل قلب مفتوح تاني. فالحمد لله، المهم انك انت دلوقتي بفضل الله بقيت كويس والحمد لله. قصة الذبذبة الأذينية ده نوع من أنواع اضطرابات نظم القلب، ان ضربات القلب تسرع وما تبقاش منتظمة. دي شائعة جدا ومتوقعة قوي في المرضى اللي عندهم قصور في الدورة التاجية، وخاصة لما يبقى عمل عمليات قبل كده، فالمرضى دول يبقوا عرضة أكثر لحدوث الذبذبة الأذينية. مرضى الصمامات وخاصة روماتيزم الصمام المترالي بضيق أو بارتجاع يجي لهم ذبذبة أذينية. بعض المرضى اللي عندهم النشاط زيادة نشاط في الغدة الدرقية يجي لهم ذبذبة أذينية. مرضى الضغط الدم المرتفع اللي هو مش تحت السيطرة بالعلاج نتيجة إهمال علاج أو قلة الجرعة ممكن يجي لهم ذبذبة أذينية. إذن في أسباب كثيرة تؤدي إلى الذبذبة الأذينية، من ضمنها قصور الشرايين التاجية أو مرض الشريان التاجي اللي عند الأستاذ محسن. هي لها عيبين. أولا هي مزعجة جدا كإحساس للبني آدم، إن هو طول ما قاعد قلبه عمال يعمل كده ويبطل ويسرع ويبطأ ومع أي مجهود يجري، فإحساس مزعج جدا للمريض. هو أنا طول ما أنا ماشي بتحرك وعايش قلبي عايش معايا كل اللحظات ليه كده؟ فده الإزعاج الأول. بعد فترة المريض بيتعود على الإزعاج ده وبيتعايش معاه، خلاص قطة عمالة تصوصو بقى جنبي وخلاص. لكن دائما اللي إحنا بنقلق منه ان الاذين بدل ما في الطبيعي بينقبض كده وينبسط ويفضي الدم بتاعه، هو بيبقى عمال يتهادى كده ما بينقبضش، فبيبقى في فرصه للدم يتراكم على جدر الاذين الايسر من الداخل، ولو نطره حته جلطه صغيره ممكن تعمل عواقب مش مطلوبه في الجسم. توقف ايد، توقف رجل، توقف نص، يعني بيبقى لها مضاعفات. فللحرص احنا لازم ندي مضادات للتخثر او ادويه سيوله علشان نمنع حدوث الجلطات وانتشارها في الجسم. بالظبط. طيب انا معايا تليفونين، استاذ احمد اللي كان قطع الخط من شويه. اتفضل استاذ احمد. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. لو تكرمت انا بتعالج عند حضرتك. بالنسبه لل انا كنت ارسلت لستك رساله اللي هي ارتفاع في الاملاح في الدم. ارتفاع املاح الدم؟ رديت عليا وكتبت لي اسم زي لوريك اللي هو من غير ادويه، من غير اسئله او سوري ادويه، من فضلك يا استاذ احمد. اتفضل حضرتك. من فضلك. تذكره بس. بالنسبه للتريتاس اخد منه حبايه ولا حبتين؟ لان نفس الهبوط اللي بيجيني نفسه. طيب حاضر يا استاذ احمد. اشكرك استاذ احمد. استاذه ناديه. تفضلي استاذه ناديه. استاذه ناديه سامعاني؟ الو. انا سامعاكي. تفضلي. تفضلي سؤالك. بقول لك لو سمحتي. تفضلي. انا دلوقتي عندي القلب. حضرتك عندك القلب؟ اوكي. وبعدين رحت لكذا دكتور. عندك ايه في القلب؟ عندك ايه في القلب؟ عندي بيقول لي العضله بتاعه القلب تعبانه. العضله بتاعه القلب تعبانه. انت حاسه بيها ازاي؟ انا بحس بقى كل ما اعمل كده مجهود، اي حاجه مجهود. اوكي. ابقى مش قادره. لو عملت اي مجهود انا عامله بدري في رجلي المغزى ما ادخل الحمام. نهجان يعني. لما ادخل الحمام احبي واجي ابقى مش قادره اخد نفسي. عندي كام سنه من فضلك يا استاذه ناديه؟ عندي 54. بتنامي على كم مخده يا ماما؟ بنام على مخدتين. وبعدين يا دكتور ما فيش نوم الوقت عندي خالص. تنامي قاعده بقى؟ ببقى قاعده كده ولا قادره انام على جنبي. ولا ظهري ولا حاجه، مش قادره اخد. طيب ايه المشكله بقى؟ مش بتاخدي العلاج اللي الدكاتره كتبه لك؟ باخد العلاج. ومش مستريحه ولا ايه؟ بيعمل له هبوط كده اهوت ودوخه في دماغي. مش عارفه بقى ايه ده. طب حاضر. اشكرك استاذه ناديه. دايما الدكتور العلاج الدواء لما بيبقى جديد بيعمل شويه دواخين. لا دوخة. هي الاستاذ احمد والاستاذه ناديه، الادويه نوع الدواء ايه؟ جرعه الدواء ايه؟ اخده كم مره؟ ديت بتختلف حسب الحاله من وقت لاخر. فممكن اكون مستريح على ادويه دلوقتي، لكن حصلت شويه تراكمات او جدت حاجه في الجسم
تخلي الادويه دي زياده عن اللزوم، اقلل الجرعه، او دي مش كافيه ازود الجرعه. فالمتابعه مع الطبيب المعالج هي مهمه جدا علشان اظبط كميات الادويه واشوف الادويه. فممكن هي يكون بتاخد الادويه بتاعتها مدرات بول وحاجات كتير وادويه كتير، بس هي نفسها مكروش اكتر دلوقتي، عندها نزله شعبيه. نزله الشعبيه دي ممكن تؤدي الى ضعف اكتر في عضله القلب وتعمل لها شويه النهجان الزياده. يبقى مش هزود دواء او اقلل دواء، انا هعديها علاج للسبب اللي هو النزله الشعبيه. دلوقتي هي هبطانه قوي، يمكن مدرات البول اللي بتاخدها زياده عن الحاجه بتاعتها في اللحظه دي، من شهرين ثلاثه لما كانت عند الدكتور كانت كويس، لكن دلوقتي خلاص كميه السوائل الزياده في الجسم قلت، فاقلل الجرعه بقى بما يتناسب مع الحاله الصحيه بتاعتها. تمام، هنشوف. هو احنا بس الاستاذ اللي احنا ما كنا بيسال على الادويه الجديده. اوكي، ادويه السيوله لابد وان تؤخذ. ادويه السيوله الغاليه دي موجودة، لكن في أدوية أرخص موجودة برضو. الأدوية الأرخص بتدي كفاءة، بتدي نتيجة كويسة جدا. العيب الوحيد بتاعها أنك أنت بتحتاج تظبط الجرعة، فبتعمل تحاليل متكررة، نزود الجرعة ونقللها حسب النتيجة بتاعتك. طيب فاختار ورتب مع الدكتور بتاعك، عشان فرق السعر بين الدواء ده والدواء ده بالزبط عشرات الأضعاف. رتب مع الدكتور وخدعوك بتاعك. وخدعوك فقالوا يعني المستورد دايما بيبقى أفضل من المحلي. على فكرة أنا شخصيا جربت حاجات محلية أحسن كتير من المستوردة دون مبالغة. لا، هو ده نوع من انواع الادويه المسيله للدم اللي ما بيحتاجش تحليل، وده نوع جديد ونزل مصر قريب، والحقيقه بيدي نتائج كويسه. يعني بس اصل كل دكتور اسعاره انا عارف انها مكلفه قوي لبعض الناس، وخاصه انه ياخده مدى الحياه. بالظبط، فاللي يقدر ياخده، اللي يقدر يدفع ثمنه ياخده. لو ان سعر الدواء مكلف ففي بدائل اخرى ارخص وتترتب مع الطبيب يعني المعالج. يا دكتور مثلا الفيتامينز والحاجات دي المصري احسن ولا المستورد؟ يعني من وجهه نظرك انا لازم اقول أكيد. لازم اقول ان انا لدي ثقه في العلاج المصري، ولازم اقول ان انا عندي ثقه في تصنيع الدواء المصري. واحنا دائما في المؤتمر بتاع الاسبوع اللي فات وفي كل المؤتمرات يرعى الابحاث الطبيه شركات دواء مصري، ومع اجتماعنا معاهم وقعدنا معاهم وكلمنا معاهم لابد ان نضمن منك يا مصري وانت بتصنع لي الدواء بتاعك انه يبقى دواء امن. بالظبط، ويبقى دواء رخيص، ويبقى دواء متوفر، ويبقى دواء ذو كفاءة. بالظبط، فديت الشروط اللي دائما وابدا نؤكد على صناعة الدواء المصري، انك تنتج لي دواء مفيد، يعني يديني فايدة حقيقية وكفاءة، ويبقى امن، ما يعمليش اعراض جانبية، ويبقى تمنه في متناول ايدي الناس كلها، ومتوفر الاف في كل وقت. والحقيقة احنا عندنا صناعة دواء مصري في منتهى القوة. بالظبط، وعندنا مصانع دواء مصري بتصنع لشركات أجنبية، بتصنعوا عندنا في المصانع بتاعة مصر وتصدروا لكل دول العالم الآخر. بالزبط، فصناعة الدواء في مصر في تقدم. بالزبط، كويس قوي قوي قوي. بالظبط، هنشوف واصل مشاهدينا، نرجع نستكمل حوارنا مع أستاذ دكتور سامح علام، أستاذ أمراض القلب. مراكز دكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب، فحص القلب بالموجات فوق الصوتية، رسم القلب بالمجهود العادي والدوائي، ورسم القلب 48 ساعة، قسطرة القلب والدعامات العادية والدوائية للشرايين التاجية والطرفية. مراكز الأستاذ الدكتور سامح علام، قلبنا على قلبك. اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه على الهواء مباشره في انتظار اتصالاتكم الهاتفيه. والحقيقه جمعه بعد جمعه معايا دكتور سامح علام استاذ امراض القلب، بالتواصل معه عبر الفيسبوك باسم سامح علام استاذ امراض القلب باللغه العربيه لاستشارته في اي وقت. وطبعا الحقيقه دكتور سامح علام دايما بيرد على الواتساب عادي، يعني مفيش مشكله. اكيد احنا بنزعجك شويه. لا ابدا. دكتور سامح، عايز اتكلم عن القسطره. دايما برضو لسه في هاجس عند الناس المريضه بالقلب، انت هتعمل لك قسطره، في حس ان هو خلاص داخل عمليه قلب مفتوح والدنيا ضلمت في وشه، عايزين برضو حضرتك فكرتيني بيها بقى. واحدة ست جات لي الأسبوع اللي فات وبتقول لي أنا بنهج وساعات بدوخ
وكتف الشمال بينقح ومش عارف، وساعات لما اشيل حاجه يحصل لي اعراض كلها ما لهاش علاقه بالقلب وما هيش مش قويه قوي. فبقول لها طيب وايه علاقه الحاجات دي بالقلب؟ يعني انت بتدوخي بتزغللي ايدك الشمال بتنمل بتاع؟ قالت لا بس انا عندي كسور في الشريان، كسور كاف سين. فقلت لها لا ما اسمهاش كسور لان الشريان ما بينكسرش، هي قاف صاد اللي هي قصور في الدوره التاجيه بالظبط. وكنت عامله القسطره بقالي 20 سنه عند الكسور. وايه اللي عرفك انك انت عندك كسور؟ قالت انا عملت القسطره مرتين. طب وطلع فيها ايه؟ طلعت سليمه. يبقى ده مفهوم صحي خاطئ لازم الناس تاخد بالها. هو في دكتور ما في يوم من الايام مش لاقي يقول لها اي كلمه فقال لها انت عندك كسور في الشريان، لزقت الكلمه في مخها وخلاص هي عندها كسور في الشريان. هو كسور في الشريان بالقاف صاد معناها ان في ضيق في احد الشرايين التاجيه ما بيوصلش الدم الكافي لعضله القلب يؤدي الى اعراض معينه. عملتي قسطره مرتين وطلعت سليمه يبقى ما عندكيش قصور في الدوره التاجيه. يبقى كلمه قصور اللي اتقالت دي تتشال من المخ خالص ويبقى ما فيش قصور في الدوره التاجيه، لان هو ادق شيء يشخص نقص الترويه القلبيه او عدم وصول الدم للقلب هو الاثر. عملتيها مرتين وطلعت سليمه، انسي بقى ان عندك قصور في الشريان التاجي وان انسي انك انت عندك الـ الكلمه دي. لو اقول لك يا مدام داليا من 25 30 سنه لما كنت انا بكره هعمل قسطره المريض، انا كنت اقعد طول الليل ما نامش. انا الطبيب بقى ما نامش من التوتر والقلق، لان احنا من 25 30 سنه كنا بنشتغل القسطره بطريقه الامكانيات بدائيه والاجهزه بدائيه، فكانت حاجه بالنسبه لي كطبيب كانت صعبه. الايام دي بقى مع تقدم التكنولوجيا الطبيه القسطره هي عباره عن شكه ابره في ايد الخبير اللي فاهم، مش برضه مش لعبه اي حد يلعب فيها. ودلوقتي واحنا داخلين انا داخل عارف انا داخل فين وشايف بعيني على الشاشه اللي قدامي انا رايح فين، انا وصلت لشريان الهون، انا وصلت لايه، انا صورت وشفت لا الحته دي فيها شك، هات لي زاويه تانية، هات لي زاويه ثالثه، واقعد بحيث ان انا وانا بشتغل ما فيش حاجه عمياني بقى. انا شايف كل حاجه وبعمل كل حاجه وانا شايفها قدامي واقدر ارجعها مره واتنين واقدر اخد قرار وانا داخل اوضه القسطره. تمام. فالقصه دي بقت سهله قوي بالنسبه لي كطبيب، وبقت سهله وامنه الى حد كبير قوي على المريض. تمام. انا هنصح بعد اذن حضرتك، انا هنصح الساده المشاهدين اللي الاطباء طلبوا منهم قسطره وخايفين منها يكتب على اليوتيوب سامح علام قسطره القلب، هيلاقي فيديو 6 دقائق انا سجلته للمريض قعد يتردد في عمل قسطره لحد ما جات له جلطه. يوم ما جات له الجلطه ودخلنا نعمله قلت له هصورك وهنشر الفيديو ده على اليوتيوب عشان الناس ما تخافش، وقال لي اعمل اللي انت عاوزه بعد اللي جرالي. وصورناه وسجلناها 6 دقائق شريان مقفول وفي جلطه. جميل جدا. وعملنا كل الناس الساده المشاهدين يشوفوه، اعتقد كمان لما يشوفوه هيعرفوا قد ايه القصه سهله. الناس كمان بقى عندها وعي اكتر يا دكتور، بقوا يعني سهل جدا لو انا حتى تعبانه باي حاجه عايزه اشوف ادخل اعمل عمليه ادخل اشوف العمليات السابقه، بتبقى كله على اليوتيوب والعالم مفتوح ومتاح. استاذ مجدي اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. اهلا يا استاذ مجدي. لو سمحت حضرتك انا عندي 65 سنه. أيوة. ممكن الصوت من 65 سنه اوكي. لا حضرتك من 5 سنين انا كنت انسان طبيعي جدا. كان انسان طبيعي. ممكن تعلي الصوت شويه من فضلكم؟ ايوه معاك حضرتك. من 5 سنين كنت انسان طبيعي جدا، وبعدين فجاه جت لي زي سبحه صدريه وعرق وبتاع. المهم اتحجزت وبعد حوالي شهر كده اتحسنت، وبعدين عملت قسطره. فالقسطره اكتشفوا 3 شرايين أيوة. مسدودين، وعملت ايه 3 دعامات. ايوه. وماشي على ادويه مش هقول اسمها طبعا. أيوة. يعني دواء رخيص بتاع السيوله مستريح عليه. أيوة. ودواء مذيب دهون 10 مللي ودواء. أيوة. مع اني مش مريض ضغط، يعني الدكتور كان قال ان هو ايه بيظبط ضربات القلب اكتر منه دواء ضغط، وباخد منه أيوة. حوالي 5 مللي، يعني نص الصبح ونص بالليل. فحضرتك دلوقتي يعني الحمد لله، بس ساعات بلاقي الضغط يعني عندي يعني دايما 103 104. انا عندي جهاز ضغط في البيت يعني كل كام يوم كده اقيس
اطمئنان يعني، فبتلاقي ضربات القلب سريعه شوي، بلاقيه يعني واطي، واللي تحت في حدود حاجه و60 وضربات القلب بتبقى في حدود 60 سرعه الضربه اللي هو الضغط النبض يعني. تمام. بس فبقول لحضرتك يعني ايه اعمل ايه يعني عشان مثلا يعني ربنا يعني يسترها معانا يعني ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك استاذ مجدي. استاذ احمد اهلا بيك، تفضل سؤالك. استاذ احمد سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل سؤالك يا استاذ احمد. احمد طه من المنصوره، اهلا بيك، تفضل أهلا سؤالك. انا بتعالج من الجلد. نعم. العضله بتاع القلب تعبانه. عضله القلب؟ العضله بتاع القلب تعبانه. تمام، اتفضل. الف سلامه. عامله لك ايه بقى يا عم احمد؟ وعند صمام تعبان. تمام. عامله لي بان انا بمشي شويه بدوخ. بهبط. وبعدين انا بتعالج باخد حبوب اقول عليه؟ لا، بتاخد العلاج اللي الدكاتره كتبوه لك. ايه اللي تعبك بقى دلوقتي يا حاج احمد؟ ايه اللي تعبك دلوقتي؟ دلوقتي لما بمشي شويه بعمل اي حركه جدتي كلها بتوجعني. جسمك بيوجعك لما بتعمل مجهود. ده سؤالك يعني. طيب شكرا استاذ احمد. هنجاوب على الاستاذ مجدي. الاستاذ مجدي كان عايش في امان الله وفجاه لقى عنده 3 شرايين و3 دعامات. الحقيقه دي نقطه مهمه جدا. ارجو من الساده المشاهدين انهم ياخدوا بالهم منها. الاستاذ مجدي سنه ربنا يديله الصحه كبير شويه. انا كان معايا احمد من 10 ايام سنه 36 سنة وبدأ يشتكي من أعراض معينة. أرجوك يا جماعة، مرض الشريان التاجي في مصر زايد جدا دلوقتي، وأصبح لا يفرق بين كبير أو صغير، حضري أو مدني، رجل أو امرأة، فأي حد مصري حاليا معرض أن يجيله قصور في الدورة التاجية وضيق في الشرايين التاجية. تمام. أنا متعود على مجهود معين بعمله، بدأت أحس أن أنا مجهودي قل، انا مش قادر امشي نفس المسافه اللي كنت بمشيها. المجهود عموما بيقل. انا مش قادر امشي بنفس السرعه اللي كنت بمشي بيها. انا كنت بعمل المجهود الفلاني دلوقتي ما بقتش قادر اعمله. ده بيجي لي طبقه في صدري، بيجي لي خنقه في رقبتي، بيجي لي وجع في الفك السفلي، فم المعده بيقفش عليا، رجليا بتتكتف، بيجي لي عرق ولما اجي اعمل مجهود او ادوس على نفسي. كل دي مقدمات بتقول ان في قصور في الدوره التاجيه للقلب. تمام. مش ضروري ابدا ان عشان انا محتاج دعامات او محتاج علاج للقلب ان يجي لي جلطه ويغمى عليا واطب في الارض ويشيلوا لي جري مربعه على عنايه مركزه. لا، احنا عاوزين نلحق بدري. وكل ما بنلحق بدري ونعالج بدري طبعاً، كل ما النتيجه بتبقى احسن. بالزبط. للحفاظ على عضله القلب. تمام. ده اللي حصل مع الاستاذ مجدي، انه ما كانش غالبا كان بيشتكي من حاجات بس هو مش واخد باله منها، ولذلك فوجئ لما بقوا 3 شرايين ومحتاج 3 دعامات. تمام. على اي حال الحمد لله ان ما حصلش جلطه وركب ال3 دعامات، والحمد لله النتيجه بتاعتهم كويسه. الضغط 100 105 على 60 ونبض القلب 60، هيحتاج انك انت تراجع الطبيب المعالج بتاعك هيظبط لك الجرعه. ما احناش عاوزين ال100 على 60 دي، و60 ممكن يزيدوا شويه كضربات قلب بس ما يوصلش 80 و90. طيب استاذ، فمحتاجه مراجعه الادويه وجرعات الادويه مع الطبيب المعالج. استاذ احمد هو بيعمل اي مجهود؟ الاستاذ احمد عنده ضعف في عضله القلب وعنده مشكله في الصمام، لازم يتابع مع اقرب مستشفى جامعي عنده في المنصوره او في كفر الشيخ او في اي مستشفى جامعي قريبه منه او دمياط، كلهم موجودين. لان العلاج بتاعه هيطول شويه، والعلاج بتاعه مش ادويه تاخد الدواء دواء وبس والدواء دواء وبس. انا هاخد دواء ايه؟ انا هاكل ايه؟ اكلك وشربك ايه؟ ايه المجهود المسموح ليا بيه وايه المجهود اللي مش مسموح ليا بيه؟ لازم الكلام ده كله تقوله والدكتور بتاعك ينصحك بيه حسب الحاله بتاعتك اللي موجود. تمام. السكر والضغط والكوليسترول وكل ده لازم تعرف. استاذه ايمان طبعا هناخد سؤالك. استاذه ايمان اتفضلي. الو. اهلا يا استاذه ايمان، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. يا دكتور انا معايا طفل عمره دلوقتي 2 سنين. عمره يعني ماشي في سنه رابعه.
من سنتين بالضبط الشهر 4 ده كمل سنتين عملت له عمليه رباعي قلب. فحصل له ارتجاع في الشريان الرئوي ارتجاع بنسبه 17. هل يا دكتور يعود تغيير صمام يعني رئوي ويعني مثلا يعني يلعب ويفصل ويعيش حياته عاديه وياكل اي حاجه؟ ولا انا من الملح يعني الملح ده محرك من نوع من الملح حاضر اشكرك. الزرقان بتاعه راح؟ لا ما فيش زريق خالص. ما فيش زرقان دلوقتي؟ لا ما فيش زريق خالص. طب الحمد لله. طب الحمد لله اشكرك. هنرد عليكي بعد الفاصل استاذه ايمان. نشوف فاصل المشاهدين نرجع نستكمل حوارنا مع استاذ دكتور سامح علام استاذ امراض القلب. هذا البرنامج برعاية الأستاذ الدكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب. مراكز دكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب: فحص القلب بالموجات فوق الصوتية، رسم القلب بالمجهود العادي والدوائي، ورسم القلب 48 ساعة، قسطرة القلب والدعامات العادية والدوائية للشرايين التاجية والطرفية. مراكز الأستاذ الدكتور سامح علام، قلبنا على قلبك. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية عبر شاشه الفضائيه المصريه ودكتور سامح علام استاذ امراض القلب. جمعه بعد جمعه في صحتك بالدنيا. اهلا بك يا دكتور مره تانية. اهلا بحضرتك. نجاوب على مدام ماجده بقى عندها طفل كان عنده آفة خلقية في القلب رباعي فلت وعمل عملية جراحية. جزء من الجراحة الناجحة لعلاج الفلت عشان تنجح العملية، أكتر من نص الأطفال اللي بيطلعوا من العملية دي عندهم درجة من درجات ارتجاع الصمام الرئوي. فارتجاع الصمام الرئوي بعد عملية فلت ده شيء متوقع وده شيء طبيعي، علشان الدكتور الجراح يصلح مخرج البطين كويس. ده اللي بيحصل غصب عنه، ان يحصل ارتجاع. الارتجاع ده محتاج متابعة. 90% من الأطفال دول بيكبروا وبيبقوا كويسين خالص وما يحتاجوش أي تدخل آخر للصمام الرئوي. بعض الأطفال الصغيرين قد يحتاج في سن كبيرة قوي ان يتعمل حاجة في الصمام الرئوي، لكن دي نسبة قليلة قوي. الطفل يعيش طبيعي، ياكل طبيعي، يتحرك طبيعي، ياخد التطعيمات بتاعته المطلوبة كلها في المواعيد الطبيعية بتاعته، ويتابع مع الطبيب الجراح اللي عمله العملية أو مع طبيب القلب الأطفال القريب منه اللي شوية كم سنة كده، وبعد كده بيعيش طبيعي خالص. دكتور التطعيمات زي ما ذكرت، لو حد مثلا عنده عيب خلقي في القلب أو يعني مريض قلبه وهو طفل صغنون يعني، فالتطعيمات بتبقى عادي ما فيش مشكلة ولا بيبقى؟ لا، هي حسب الحالة، كل حاجة بتحتاج احتياطات معينة. فدي بتتابع مع دكتور القلب الأطفال ودكتور الأطفال، وبيظبطوها مع بعض بحيث مع ارتفاع درجة حرارة الطفل تأثيرها على القلب ايه، تاخد ايه، يعني في حاجات بتتظبط مع بعضهم، لكن دي حاجة من الحاجات اللي محتاجة متابعة بين الأطباء. أستاذ صالح من ليبيا اتفضل سؤالك. الو، اهلا بيك يا أستاذ صالح، اتفضل. دكتور سامح علام. ايوه دكتور سامح علام، حضرتك اتفضل. دكتور نعم. انا درت تحليل الفيروسات، عرفت؟ لا مره ثانيه معلش، درت تحليل فيروس. تحليل فيروس؟ وبعدين؟ وبعدين اعطوني تاشيره على التحليل فيروس النص. ده فيروس كبد ولا فيروس قلب؟ لا فيروس كبد. وبعدين؟ لا فيروس كبد، التهاب كبدي. وايه سؤالك بقى؟ اعطوني تاشيره. كل ما نقول له انت بشوف عندي ايه يقول لي والله احنا مش عارفين، اعطوني علامات صفر في التحليل. انت في ليبيا حاليا؟ ها؟ ايوه ليبيا. في ليبيا راسلوا عن طريق الفيسبوك. يا دكتور ليبيا. ممكن؟ عن طريق الفيسبوك. لو في مشكله اعتقد حضرتك، طالما حضرتك في ليبيا بعيد جدا يعني مش بعيد قوي يعني، بس استاذ صالح ممكن تراسله عن طريق الفيسبوك باسم سامح علام استاذ امراض القلب باللغه العربيه. ابعت للدكتور سامح اكيد هيرد عليك، لانه الحقيقه كمان الصوت مش واضح، فارجوك التحليل هتبقى ادق معايا. استاذ مجدي، استاذ ماهر، اسفه استاذ ماهر. الو اتفضل يا استاذ ماهر، سؤالك سريع من فضلك. ايوه حاضر.
ساعتها كان اللي كنت اتكلمت من شويه. اتفضل. كنت بقول على الفتاء، الفتاءين نازلين ساعتك في كيس الخصيتين. بقاله 6 شهور وبسبب الجلطه اللي هي في البطن الايسر. ايوه. فانا ساعتك دلوقتي بقول العمليه دي مش هتاثر ضعف العضله وتاثير الجلطه اللي هي في البطن الايسر دي على الخصيتين على اجراء العمليه، لانه مش فتاء واحد زي ما حضرتك قلت، فتاءين. ايوه حاضر، اشكرك. اتفضل. التنسيق بين الجراح وطبيب التخدير وطبيب القلب، هناخد الادويه ايه وهنوقف ايه وهنمشي عليها ازاي، هتقدر تعمل العمليه بتاعه الفتق في الناحيتين الاثنين. اشكرك. يبقى احنا محتاجين تنسيق بين الجراح وطبيب التخدير وطبيب القلب، وان شاء الله 42% لن تمنع العمليه. طيب نصيحة أخيرة دكتور، لأن وقتنا انتهى خلاص. نصيحة أخيرة، أرجوكوا، أمراض القلب ما بتهزرش، وخاصة أمراض الشريان التاجي، كل ما شخصنا بدري، كل ما عالجنا بدري، كل ما حافظنا على عضلة القلب أكتر، لأن الهدف بتاعنا كله من علاج الشرايين سواء بأدوية أو بدعامات أو ببالونات أو بقلب مفتوح هو الحفاظ على عضلة القلب. أرجوكوا اهتموا، وأي شكوى غير طبيعية قولوها للطبيب بتاعكم وعالجوه واسمعوا الكلام بالزبط. بتاعه. المتابعة طبعا الدورية المتابعة مهمة جدا. المتابعة الدورية وكتابة ورقة صغيرة كل ما هو يخصك بالمرض والأدوية، ده مهم جدا لعدم إهدار وقت الدكتور وإهدارك كشخص. بشكركم جزيلا مشاهدينا لمتابعة الحلقة مرة تانية عبر اليوتيوب باسم سامح علام، دكتور سامح علام داليا حسن، صحتك بالدنيا، وطبعا لمراسلة دكتور سامح علام عبر الفيسبوك باسم سامح علام أستاذ أمراض القلب. نلقاكم إن شاء الله الجمعة بعد القادم مع دكتور سامح علام. شكرا لكم.